لا 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 لا، إذا ما كنتم عارفين فالأمور تحدث لأول مرة. أبو أوفيشال بأول ظهور له في تاريخ اليوتيوب. أبو أوفيشال اللي الكثير يتوقع أنه 30 ولا 40، لا طلع شاب، طلع في أول عمره. استحملوا شوي، أول مرة يتعامل مع الكاميرا في التاريخ، فراح تكون عندنا شوية أخطاء، لكن الأهم راح نلتقي في الملعب بإذن الله لحضور الأهلي والحزم. طبعا أنا عارف أنه الكثير يسأل يقولون نلبس أخضر، ليش جاي بثوب، ليش جاي بشماغ؟ والله ما عندي أخضر، ما عندي أخضر إلا طقم 2016 تخبروه، وقت أنا كنت لسه في المتوسط، يعني فرق شاسع في الأحجام، عرفت؟ فاعذروني يعني ما في إلا ثوب وشماغ صراحة، يعني أشوف أفضل. وأنا بالنسبة لي أنا لو تسألني شخصيا، مباراة الأهلي تعتبر عرس وليست يعني مباراة عادية فقط، فزي ما يقولون مباراة الأهلي أهم من يوم زواجي، فبإذن الله رايحين للمباراة ويلا نلتقي هناك. والآن أمام جحيم عبد الله الفيصل، الملعب اللي بدأت فيه العقدة أمام الجار، وجايين نرجع أيام العقد بإذن الله. هذا الملعب ملعبنا، وجايين اليوم نفوز نوري العالم كلهم إنه فريقنا عالمي. تحسبوني بس شخصية وكذا؟ لا، معانا الشال، معانا لون الحياة الأخضر والأبيض، وجايين هنا نفوز بإذن الله. A few moments later. على الإعلام الكبير إبراهيم الفريان. مسراوي. لا هلاوي. الله. رسالة جمهور الأهلي لازم ترى. والله الأهلي عاد إن شاء الله، البعبع عاد بإذن الله، محرز وماكسيمان فيرمينو وكيسي مندي مرابط. المدرج الأعظم صدارة، وفيرمينيو صدارة هدافين. تتحداني؟ تعال الملعب مع مشجع وفي للأهلي. مو هذا بس، كل اللي هنا مشجعين أوفياء، والله كلهم، كل واحد في الملعب وفي، أقسم بالله. إيش كونتم وجاي تلعبوا؟ أهلنا قوة ما راح تغلبوا. والله العظيم أصدق مقولة، أنا وهذا جايين من مدينة ثانية. بس 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 قالوا الأهلي ما راح يرجع ورجع، قالوا الأهلي راح يرجع نادي عادي، رجع وجاب أهم نجوم العالم، قالوا الأهلي راح يجي ويتفشل من الكل، من أول مباراة فاز وتصدر وثلاث نقاط وأداء كويس قدام الكل. والله مع هذا المدرج العظيم، والله مع هذا المدرج العظيم ما يخسر هذا الفريق، والله ما يخسر، والله ما يخسر بإذن الله. عندنا فريق قوي، عندنا جمهور قوي، بإذن الله هذا الموسم موسم فرح وتعويض بإذن الله. طبعاً كذا نكون وصلنا نهاية أول فلوق بتاريخ القناة. ماني عارف والله، في كلام كثير في خاطري أبغى أقوله. اليوم أنا شفت منظر عظيم، شفت فريقي بحلة مختلفة. نعم في سلبيات، نعم نحتاج نتحسن في الدفاع في نواحي كثير، بس في بوادر حلوة. عندنا لاعب مثلا بقيمة فيرمينيو من أول مباراة يسجل هاتريك، ترى شيء مرة كويس. تتكلم عن لعيبة ثانيين زي سانت ماكسيمان اليوم يلعب بهذا الروح، فران كيسي أمس جاي ويلعب بهذا المستوى، برضو شيء كويس ترى. فأنا سعيد، ممتن جدا، أعتذر إذا قصرت طبعا في هذا الفلوق، بس الأهم من هذا كله بإذن الله هي مجرد بداية، والقادم راح يكون أجمل وأجمل. شكرا لكل من تابع، والأهم من هذا كله دائما وأبدا صلوا على نبينا محمد.